إذا في اللحظات هذه تم يعني نقل المجرم الخطير الذي قام بهذه الجريمة البشعة والوحشية تشوفوا معنا المباشر هذا هو المجرم الخطير السفاح المجرم الذي ارتكب هذه الجرائم الشنيعه في هاد الاشخاص هذو تم الاعتقال ديالو. عليكم السلام ولدي، كنسكن هنا انا احدى هاد الوقعانيت. قالوا شي جريمه والله اعلم ولدي، ما مالفش يوقع. ودابا حنا مخلوعين، وليداتنا كيدوروا هنا صغار وكنخافوا عليهم، وعيالات ولادنا كيخرجوا يتقداو وكنخافوا عليهم. دابا هاد البلاصه عندنا حنا ولات خطر على العامه، على السكن كله، ولاو خايفين الناس كيترعدوا هنا. اذا خاص شي حل، اللي عنده شي بقعه يجيبنيها. راه الناس بزاف دافعين الفلوس باغيين غير يجيبني بقعه ما عطاهم يجيبني. وراه مشيت نقلب على سعاده القيد قبيله ما لقيتوش، مع هاد الروينه مع الناس. دابا الله يجازيكم بخير، يجيو اللي عنده شي بقعه يجيبنيها. راه ولاد قطر على الوليدات الصغار وعلى الساكنه، الله يجازيكم بخير. راه حنا دابا غنباتوا مرفوعين، والله الا كلشي مخلوع. دابا دابا الا بقى هادشي التيره هنا شحال خطره كيلقاو الشفاره هنايا. الا بقات هاد التيره هنا اولدي، راه غادي يبقاو الناس كلشي مخلوعين. ها وليداتنا ولاو غادي للمدرسه وخايفين، والاضاءه ما كاينش. ودابا حنا اش غنقول لك، مضرورين كل الناس ساكنه مضرورين. تقريبا شكون هادو اللي ماتوا؟ وشكون اللي عرف اولدي؟ راه سمعنا انا ضاريني رجلينا ما كنحرش، دير عا كروسه. الوقت اللي سمعت هادشي راني خرجت بحالي بحال الناس، قسما بالله. هادشي اللي كتسمع دابا هادو اللي واقفين والله ما عارفين حاجه. هذا هو انتوما دابا، انتوما دابا كوما جاش الجندرم وانت قالوا لنا الطوموبيل واقفين هنا ديال الشرطه العلميه، عاد خرجنا والله ما فوصنا. قالت لي راه حاطين السينيه تدخل دابا تشوف، وما عارفينش هذا الشيء. دابا هذا الشيء اللي كاين، واش نقول لك اوليدي؟ الله يحد الباس. هذا الشيء اللي غادي نقول لك. ودابا خايفين على هاد الوليدات الصغار اللي كيمشيو للمدارس، كنخافوا عليهم. ونزيدك واحد الحاجه، انا عندي ولد معاق كنخرج بكري غادي نعند لك. قال طوموبيل ترونس عند الترونسبور اللي كيدي انت، شوف الترونسبور كيدي ولدي انا، غادي نعند لك. قال لي هنا مع السبعه الثمانيه، اذا غنعود خايفه على راسي انا في هاد التيره. الرساله ديالنا اللي عنده شي خاصو باش يدخل، وخاصنا اللي عنده شي بقعه يجيبنيها، ما تبقاش خاويه بحال هاد الجرائم هادو. هذا هو اللي غادي نقول لك. الله يحد الباس ولدي. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.